كانت لما استعدت عناصر مولودة الجزائر في وسط الميدان وصلت لرحموني يبحث للمرور يطلب تواتي وصلت واستلمها تواتي. كل عناصر أولمبي لمدية في منطقتها غالقة وخانقة المساحات أمام عناصر نادي العميد. وفتكت لمصلحة الأولمبي في مشروع هجمة مرتدة، هذه صعبة هذه خطيرة لمصلحة أصحاب الدار، لكن التغطية الدفاعية من حمودي يفتكها ويسترجعها. لعبة سريعة لمصلحة عناصر العميد، انطلق حرفوش على جهة اليمنى وصلت كرة حرفوش، هذه كرة هذه فرصة محاولة صعبة وخطيرة. جول 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 جول، واو على الاستلام، واو على الانطلاقة، واو على أول أهداف هذه المباراة لمصلحة العميد. الكرة مرفوعة بالرأس، جول، صف صف يعدل النتيجة.